أيها الأخوة المواطنون، هذا بيان البيانات صادر من القيادة العامة للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب العراقي العظيم، يا أبناء أمتنا العربية المجيدة، أيها الرجال النشامى في قواتنا المسلحة الباسلة، إنه يومكم اليوم، إنه يوم الأيام، وهو في ذات الوقت بيان كل البيانات. في هذا اليوم صدر إعلان وقف إطلاق النار، وقد حدد يوم الوقف الرسمي لإطلاق النار في 20 من آب عام 1988، وقد جاءت موافقة إيران على هذا بعد قتال استمر 8 سنوات قاوم فيها الشعب العراقي وقواته المسلحة الباسلة قوى البغي والعدوان بكل ما تجمع لديها من إمكانات فنية ومن خبرة في الدجل والشعوذة، في إطار تعبئة الشر واستنفار الحقد في أعمق مكامنه، حتى ظن الأشرار وظن معهم كثيرون أن احتلال العراق والإطلالة منه ومن ركام الاحتلال على كل الوطن العربي قد يكون مجرد زمن ومجرد قبول درجة معينة من الخسائر وتجميع ما يقتضي من إمكانات وترتيب ما يستوجب من تحالفات. إلا أن الله وهمم الغيارى أبناء العراق رجالا ونساء مدعومين بجهد ودعاء كل الخيرين، قد خيبت آمالهم ووصل حالهم إلى ما وصل إليه بعد طول منازلة، وقد وضعتهم معارك رمضان مبارك وعمليات وتوكلنا على الله وعمليات محمد رسول الله في موضع الأعياء والعجز العام بصورة رسمية ومعلنة عن إمكانية تنفيذ شعارات التوسع والعدوان، وجاء قرار موافقتهم على وقف إطلاق النار كتعبير عن هذه الحقيقة بعينها. إنه الانتصار العظيم الذي يسجله العراق اليوم باسم كل العرب وباسم كل الإنسانية. إنه انتصار للحاضر والماضي والمستقبل. لذلك فإننا ندعوكم لتحتفلوا به كانتصار عظيم، وبغض النظر عما ستكون عليه نتائج ما ينتظرنا من تطبيق للفقرات الأخرى من قرار مجلس الأمن رقم 598، والتي سوف لا تنفصل نتائجها عن هذه الحقائق وعن يقظة شعبنا واقتداره المتنامي ودعم العرب لهم بتفاعل أخوي عظيم من المحيط إلى الخليج. احتفلوا أيها العراقيون الأماجد، احتفلوا الآن بانتصاركم، احتفلوا بيوم الأيام، ويعبر كل عن الفرحة ويحتفل بطريقته. احتفلوا أيها العرب، إنه يومكم، يوم الدعاء النقي ويوم الأصوات الشريفة ويوم الأيادي البيضاء التي امتدت بالعون الأخوي إلى حيث البطولة والجهاد الملحمي،
ويوم كل طلقة وقذيفة وسلاح وذراع وجدت طريقها في جبهة المنازلة إلى جانب قدرات العراق ورجال العراق. إنه يوم كل الشرفاء في العالم من محبي السلام والحرية والتطلع الشريف والحضاري إلى أمام، وإنه يوم كل إيراني رفض الحرب واكتشف وإن بعد حين أن طريق السلام واحترام الجيران وإرادة الأمم والشعوب هو الطريق الذي لا طريق غيره إلا طريق الهزائم والدمار والمهانة. وأنتم أيها الرجال في قواتنا المسلحة، احتفلوا مع شعبكم وأمتكم أيضا وبطريقتكم الخاصة دون أن تفقد عيونكم اتجاهها إلى الشرق لحماية أرضكم. احتفلوا بنصركم الرسمي المبين، احتفلوا بقطوف أتعابكم وثمار عرقكم ودمائكم وما قاسيتم. احتفلوا أيها الشيوخ والشباب، أيتها النساء وأيها الرجال، أيها الأطفال يا زينة الحياة، وأنتم أيها الشهداء يا سيادة النصر وساريته وعنوانه، أيها الأكرمون، إنكم يقينا ستحتفلون على طريقتكم الخاصة، لأن أرواحكم الطاهرة حفظت العراق ومنعت المعتدين من أن يدوسوا أرض العرب بعد أن يدوسوا أرضكم ومقدساتكم. إن أرواحكم بيننا، وإننا نعلن عهد أصحاب العهد بأننا سنحفظ الأمانة وسنصون العهد. والله أكبر، الله أكبر، والحمد لله على نصره المبين، وليخسر الخاسئون. القيادة العامة للقوات المسلحة، بغداد، في 8 من آب عام 1988 ميلادي الموافق 25 ذي الحجة عام 1408 هجرية.